طيب ما هو انا في سائله ايضا بتسال على يعني كانت سالت المره الماضيه في الحلقه السابقه كانت بتقول ان يعني ذكرت بان مساله ان اللي يجب بر الاب وبر الوالدين مهما كانت سلوكهم. السؤال الاخت بتقول ان الاب مسافر وترك اولاده مسافر بره وترك اولاده ولا يصرف عليهم ولا يتواصل معهم ويعني ترك كل المسؤوليات وبالتالي الاباء الاولاد لما كبروا قطعوا هذا الاب. فهي بتسأل بتقول الآن هل يجب على الأبناء دول إن هم يعني يبروا أبيهم رغم ما فعلوا معهم من ترك وما إلى ذلك أم لا؟ الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن. هذا مع الأشخاص العاديين، ما بالك مع الوالد اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا في وجودك في هذه الحياة. والحديث الصحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه. الحالة الوحيدة اللي ممكن الابن يكافئ أباه فيها أنه يجد أباه عبد مملوك رقيق فيشتري ويعتقه، دي الحالة الوحيدة. ما عدا ذلك لا يستطيع أن يوفي أباه حقه ولا يستطيع أن يوفي أمه حقه. والصحابي اللي حمل يعني أمه على كتفيه وكان يطوف بها الأشواط السبعة ويسعى بها بين الصفا والمروة، ويعني فسأل قال أكون بذلك قد جازيتها؟ سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أكون بذلك قد جازيتها؟ قال لا، ولا بطلقة من الطلقات التي تحملتها وهي تضعف. عندما يأتي المخاض وتضع المرأة بيبقى فيه طلق، يعني بتنزل دماء وتنفجر دماء من الرحم حتى يسهل الطريق لنزول الجنين. الألم اللي بتعانيه الأم في هذه اللحظة مهما قدم الولد لأمه من بر وإحسان حتى وإن أساء إليه حتى وإن قصروا في حقه لا يستطيع أن يقابل هذا الإحسان الذي تحمله، ولا يستطيع أن يقابل هذا المعروف اللي قدم له أبوه وأمه. نعم.